وبعد تحية العلم على نغمات النشيد الوطني ألقى الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية كلمة أمام الضباط. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه مشرى الضباط. لقد حالت ظروف الوباء دون استقبال الأفواج الأخيرة من خريجي المدارس والمعاهد العسكرية والأمنية والترابية، ويسعدنا أن نلتقي بكم اليوم لأداء القسم أمام جلالتنا بصفتنا القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. ومما يزيد من اعتزازنا ما وفرناه لكم من تكوين حديث وتأهيل مستمر، وما تتحلى به قواتنا من تجند ويقظة والتزام في النهوض بواجبها الوطني. وقد قررنا أن نطلق على الأفواج الأربعة من 2020 إلى 2023 اسم صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، اعتبارا لمكانتها لدينا ولدى شعبنا الوفي، وتقديرا لما تقوم به في مجال الأعمال الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية وفي خدمة قضايا المرأة والطفولة. فكونوا رعاكم الله في مستوى ما تقتضيه المسؤولية الملقاة على عاتقكم من استقامة وانضباط وغيرة وطنية صادقة، أوفياء لشعاركم الخالد الله الوطن الملك.